انت حضرتك بتتكلم على الاداء بتاع المرحله ديت. طيب مفيش من الاعذار او من المبررات اللي من الممكن ان تلتمس لبيتسو موسيماني مثلا على صعيد انه ارضيه الملعب ما كانتش كويسه، انه الطقس مش مناسب، انه الاهلي عنده غيابات كتيره، الحاجات دي مش من الاهلي؟ ما ينفعش مع النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده قائمه 30 لعيب، ال 30 لعيب وممكن وصلوا ال 35، ال 35 احسن لعيبه موجوده في افريقيا مش في مصر، مع احترامي طبعا للانديه اللي موجوده، بس ده طبيعي. الاهلي والزمالك كلهم بيبقوا عايزين بيلعبوا على مراكز معينه سواء في الدوري او في بطولات افريقيا. لكن انا مش، انا قلت لك مش ب... مش ب... مش بهاجمه. انا بقول له خلي بالك اللي انت فيه ده او الطريق اللي انت ماشي فيه ده مش طريق النادي الاهلي. النادي الاهلي جابك وانت ما يعني مش تقليلا فيك، بس جه كبرك وكبرك قوي. ولو انت مشيت وايه اللي جابك، ايه اللي مخلي الانديه دي تطلبك؟ هو النادي الاهلي. واللي مخلي لك اسم كبير هو النادي الاهلي. فانت ما تجيش في الاخر ولو عايز تمشي برضو يعني كانت من بدايه الموسم مش انت شايف ان القصه كلها راجعه لانه مش مركز. اه طبعا واضح مش مركز، ولازم انا لما اجي العب بطريقه ممكن العب بطريقه ما تتناسبش مع اللعيبه بتاعتي، حتى لو اللعيبه بتاعتي بقدر القماشه بتاعتي اقدر اعمل اللي انا عايزه. انا عندي واحد زي محمد هنا بكرايب، جه الشوط الثاني الاجهاد والتعب عشان بقاله فتره طويله ما بيلعبش وسايبه، دي عين مدرب. انا لازم يبقى انا شايف مين اللي مجهد، مين اللي تعب، مين اللي النهارده مستواه الفني مش موجود. ده التركيز بتاع المدرب. فهو لازم كان هو النهارده نسبه تركيزه مش عايز برضه اتحمل عليه، بس مش موجوده، وضع علينا واحنا بنتفرج في حاجات لا مش منطقيه اللي انت بتعملها. مش معنى كده اللي بقول لك اللعيبه برضه، ما احساس اللعيبه هو احساس المدرب. المدرب الوقت بيدخل بيعمل، هل المحاضره هي اللي بيعملها كل مره ولا المحاضره متغيره؟ هل طريقه اللعب اللي كانت موجوده كل ماتش هل هي ولا متغيره؟ طب هل معنى ان النهارده الاهلي بيلعب بثلاثه في نص الملعب ان الاهلي بيامن، ولا الاهلي بيلعب بثلاثه في نص الملعب وعنده اثنين مديهم ادوار هجوميه زي السوليه وزي ديانج؟ ما هو مثلا كارلوس كيروش عملها في ماتش ليبيا اللي هناك، ولعب برضه باثنين ثمانيات بثلاثه في نص الملعب، والاثنين دول كانوا واخدين مهام هجوميه ومهام برضه دفاعيه وساعدوا المنتخب، منتخب كسب ثلاثه. اوكي انا ممكن تمشي معايا، بس انا بلعب المنتخبات بتبقى نسبيا غير الانديه. وانا بلعب مش فرقه من اللي هي الفرق بتنافسني في بطوله افريقيا، ده فرقه ماتش وهم عارفين ان هنا هيجوا هنا مصر هيبقى الامور صعبه عليهم وهيخسروا بنتيجه كبيره. والله يعني انا مش في علم الغيب بس ده الطبيعي في كره القدم. ايوه لكن انا النهارده انا بلعب، انا عايز العب ب 4-3-3، مش مع الفريق ده. انا مبرجت زي ما بقول لك في بدايه الحلقه، مش الفريق ده اللي انا العب ب 4-3-3، انا لازم العب ب 4-2-3 4-3-2-1 اللي هو الشكل الطبيعي بتاعي اللي انا كل العالم بيلعب بيه، وانا كنادي اهلي وانا كمدير فني انا بلعب بده. بلعب ب 4-3-3 امتى؟ اما يكون انا كسبان، وانا لاحظت مع موسيماني كسبان والنتيجه انا عايز اطلع بالمباراه صالحي بامن وبقفل. انا هل انا كنت مع فريق زي ده انا بامن؟ ما ينفعش. هل يعني لازم انا اعرف برضو حاله اللعيبه اللي موجوده في الملعب، موجود يعني اكرم توفيق كان في المنتخب، هل انا اقعد اكرم ولا العبه؟ الشوط الثاني ليه البدني بتاع النادي الاهلي واضح انه هبط؟ ايه السبب يعني؟ ما هو برضو دي علامه من علامات استفهام. ماشي علشان انت ما عملتش الخمس تغييرات بتوعك في الوقت اللي انت شايف. ايه اللي بيفرق معاك في موضوع الخمس تغييرات هنا في مصر؟ لما بتبقى خسران ومتعادل تلاقي التغييرات دولت اللي بيطلعوا من الملعب بيعملوا لك تغيير كويس، بيفوقوا زي ما بلغه الكره بيفوقوا الفرقه، وبيعملوا حاله من الانتعاش تاني، عملت ريفريش للفرقه تاني. انت خليت، انا حتى لاحظت على كام لعيب خلاص اللعيب اللي لما بيجي يطلع حتى من كهرباء وهو خارج يعني خلاص هو جاب يعني مش مثلا جاب زعلان وهو خارج، لا هو تعبان. مش تعبان محمد هاني برضو يعني مش معنى كده بقول لك في جزء بدني كان مهم جدا، وخاصة النادي الاهلي بقاله فترة ما لعبش ماتشات غير ما كان ماتش ودي، كان لازم انا ادخل المباراة دي بجدية اكتر من كده. مش مع موسيماني بس، مع اللعيبة لازم تعرف المباراة اللي هي السهلة دي ارخم مباراة بتلعبنا او بتقابلنا. انا احكي لك على موقف انت اعتقد تتذكره، البني الاثيوبي. ايوه البني الاثيوبي ده احنا كنا في وقت من الاوقات مجموعة بتلعب في بطولة عربية، وكانت في الوقت ده البطولات العربية كابتن صالح سليم كان مهتم بقى بالبطولات الأفريقية. أيوة. مجموعة راحت، مجموعة هتلعب، هنلعب ماتش البني الأثيوبي في أثيوبيا،
فاحنا رحنا تعادلنا معاهم هناك واحد واحد واحد. ايوه. وسافرنا احنا تونس المجموعه المفروض اللي هي هتاخد اللي مركزه في البطوله العربيه، وفي مجموعه هتلعب الماتش البني الاثيوبي. واحد واحد الماتش هنا خلص 2-2 خرجنا من البطوله. فدي كانت بالنسبه لنا كنا زعلانين جدا. فالفرق الصغيره مش بني الاثيوبي اللي خرج النادي الاهلي، حتى لو بالبدلاء او باللعيبه اللي هي ما بتلعبش بصفه مستمره. الامور كانت صعبه على علينا كلنا. فالماتشات اللي زي ده خلي بالك منها، كان لعيبه لازم تعرف اللي هم مسافرين من هنا ان هم لازم يحسموا الماتش، لازم يعرفوا المباراه مش سهله، وخاصه انت النادي الاهلي انت متوفر لك اعتقد طياره خاصه، امكانيات مجلس الاداره بيساندك بشكل كبير جدا، جمهورك قوي وبيساندك حتى وانت خسران، لكن لما الاداء ما يبقاش كويس ده اللي الناس بيزعل منه.